حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. طفل هرب من التجنيد لدى القاعدة في شبوة، كنت السبب في وفاة والدي وأخي وعمي وعدد من أقاربي. الصحفيون في اليمن بين معتقل ومشرد ومسكون بالخوف. الصحافة الفرنسية تتحدث عن سكان صنعاء وعدن، قسمتهم الحرب وجمعهم الأمل بالسلام. أهلا بكم. لم يفكر عبد الله ذو 14 ربيعا بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، وكان في الصف الثامن يحلم بأن يصبح طبيبا، لكنه كان يعرف كيف يقود الدراجة النارية وأراد الحصول على واحدة، وقد سمع أن تنظيم القاعدة يوزع دراجات نارية، وقد اتفق الأولاد بينهم عبد الله أنهم سيذهبون لإحضار الدراجات النارية، واتجهوا إلى عتق عاصمة محافظة شبوة ومنها إلى مناطق أخرى، وعنون موقع المصدر أونلاين. التقرير الذي نشرته وكالة الأسوشيتد بريس في شبوة: سباق لإنقاذ صبي من تنظيم القاعدة وطائرة أمريكية بدون طيار. يقول التقرير: تقع قرية عبد الله في وادي تحيطه جبال ترتفع بشكل حاد، وتؤدي الوديان إلى أودية أكبر قليلا في صحراء الربع الخالي، وينزل مقاتلو القاعدة إلى الوديان لإعادة التموين والتجنيد في الأسواق، كما يقدمون الهدايا للمراهقين والشباب والأكثر ضعفا ويستميلونهم للانضمام إليهم. حين وصل الفتى الصغير إلى جبال يتمركز فيها التنظيم، أعطوه هاتفا لإرسال رسالة إلى والده، وكتب في الرسالة: أنا مع تنظيم القاعدة، سأعود غدا، لا تأتي من أجلي. خرج والد عبد الله من بيته للبحث عن ابنه، وحين اقترب من المكان دمرت طائرة من دون طيار السيارة بكل من فيها. وفي الصباح عرف الصغير أن والده جاء للبحث عنه وقد قتل بالغارة. مشى 4 ساعات للوصول إلى المنزل، ووجد حشدا من المشيعين تجمعوا في منزله، جلس تحت شجرة مجاورة يرتجف ويخشى أن يقع عليه اللوم، وكانت والدته تجلس بجانبه وتضع يديها على رأسه. ظل يلوم نفسه وليس القاعدة أو الولايات المتحدة، وقال عبد الله: كانت غلطتي، كنت السبب في وفاة والدي وأخي وعمي وأبناء عمومتي. الأم تحاول العيش على معاش تقاعدي هزيل، وتحاول إدارة حزن عائلتها. إنها لا تتحدث عن القتل أمام عبد الله. أم رائعة كما يصفها تقرير الوكالة، وقالت: هذا هو قدر الله، هذا ما كتب لهم، ولولا ذلك ما ذهبوا. ما هو ذنب الطفل؟ إنه مجرد ضحية. أجبرت ميليشيات الحوثي والده وأخاه على إعلان براءتهم منه، وأنه لم يعد قريبهم بل أصبح عدوا. هذه واحدة من وسائل التعذيب التي تعرض لها الصحفي الخطاب الروحاني، والذي كتب مقالا في صحيفة الواشنطن بوست بعنوان: لا يحق للحوثيين الحديث عن حرية الصحافة. تحدث فيه عما تعرض له ويتعرض له جميع الصحفيين في اليمن، وأضاف: لقد دفع الصحفيون اليمنيون ثمنا باهظا خلال الصراع من أجل حرية الصحافة في العقود الأخيرة، وضحوا بدمائهم من أجل نيل حقوقهم، خاصة خلال الثورة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011، بعد أن أجير صالح للتنحي. ازدهر المشهد الإعلامي اليمني، وافتتحت عشرات المنافذ الإخبارية بين ليلة وضحاها، كما تمتع الصحفيون بحرية غير مسبوقة، بل إن بعضهم بدأ بالمزاح بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بكل هذا الانفتاح. استمر هذا العصر الذهبي حتى قاد الحوثيون المدعومون من قبل إيران انقلابا عسكريا في سبتمبر 2014، وما لبث أن أصبحت وسائل الإعلام عدو الشعب الأول على الفور. في الرواية الحوثية فإن جميع الصحفيين جواسيس للغرب وأعداء اليمن. أغلقت الجماعة بسرعة وسائل الإعلام التي لم تتوافق مع سياستها، واختطف مئات من الصحفيين وتعرضوا للتعذيب أحيانا حتى الموت. بحلول نهاية عام 2017 كان هناك 13 صحفيا محتجزين لدى الحوثي وفقا للجنة حماية الصحفيين، واعتقلوا منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 3 أشخاص آخرين نعرفهم. في مايو 2015 اختطف الصحفيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، وبعد بضع أيام ألقت نقابة الصحفيين اليمنيين اللوم على الحوثيين،
إثر وفاة الصحفيين اللذين كان يستخدمهما الحوثيون كدروع بشرية لحماية منشأة عسكرية في مدينة ذمار من الغارات الجوية السعودية. أنا شخصيا تلقيت تهديدات من الحوثيين واقتحمت الصحيفة التي عملت بها وأوقفت عن العمل. عندما لم يتمكنوا من الوصول إلي بشكل مباشر اعتقلوا والدي وأخي وأجبروهم على التبرؤ مني باعتباري جاسوسا. يحوي العنوان الذي نشره موقع المشاهد نت تعريفا دقيقا للصحفيين في اليمن، حيث يقول الموقع: الصحفيون في اليمن معتقل ومشرد وآخر مسكون بالخوف. وقال الموقع إنه وعلى وقع الحرب المستمرة في اليمن يعيش الصحفيون اليمنيون واقعا مريرا، فالصحفي إما مقتول أو ملاحق أو يتضوى رجوعا، كما هو الحال مع محمد القادري الذي فقد عمله وتشرد من منزله بسبب التعبير عن آرائه. يتنقل العشريني القادري من قرية إلى أخرى في محافظة إب التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 3 أعوام خشية الاعتقال وبحثا عن مصدر رزق من خلال عمله في البناء. الأمر مختلف كليا مع الصحفي نادر الصلاحي الذي يقبع في سجن الحوثيين بالأمن السياسي بصنعاء منذ 3 أعوام، فصحته تتدهور بشكل كبير ووضعه النفسي يسوء يوما بعد آخر. يقول محمد صادق العديني رئيس مركز الحقوق وحماية الحريات الصحفية في حديثه للمشاهد: إن اليمن يشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة في ظل الوضع الراهن، لا وجود لحرية صحافة فيها، لا في مناطق نفوذ الحوثي ولا في مناطق الحكومة، فمن ينتقد مصيره السجن. أما الصحفيون المتواجدون في الخارج فهم يخشون العودة إلى الوطن في ظل تفاقم أوضاع الكثير منهم وتراكم الديون عليهم وغياب الحاضن الحكومي لهم، ناهيك عن التهديدات التي تنتظر عودتهم. الدائرة المفرغة من الفاشية، تحت هذا العنوان كتب أحمد ماهر مقاله في العربي الجديد مضيفا: جوهر فكرة الفاشية هو الولاء الشديد للأمة أو العرق، ويجب أن يعلو هذا الولاء على أي ولاء أو التزام آخر. فليست الطبقة هي الأساس كما في الاشتراكية، وليس الفرد كما هو في الليبرالية، بل الأمة التي كانت متفوقة أو متميزة في وقت ما في الماضي البعيد. لا يزال في البلاد العربية للتوجهات ذات النزعة الفاشية جمهور كبير، ويأتي الفاشيون إلى السلطة في أغلب الحالات على إثر حدوث انهيار اقتصادي في البلاد، أو بعد هزيمة عسكرية أو كارثة أخرى، أو بعد أزمة سياسية وصراع وصل إلى طريق مسدود. انتهت معظم تجارب الفاشية بنهايات دموية، بعد أن قاد هؤلاء الزعماء بلادهم إلى مغامرات غير محسوبة يحركها جنون العظمة. وتعتبر إيطاليا أول البلدان التي تأسست بها الفاشية بشكلها المعروف، وهي النموذج الذي تقاس عليه درجة الفاشية في الأنظمة. وفي ألمانيا كان هتلر يحلم بإقامة ألمانيا العظمى على أساس سيادة الجنس الآري، واستطاع بقدرته على الخطابة الحماسية قيادة حزب العمل القومي، ثم جعله حزب الأغلبية. أما في بلادنا العربية فلا يزال للتوجهات ذات النزعة الفاشية جمهور كبير، على الرغم من كل التجارب الكارثية التي مر بها الوطن العربي. فعلى الرغم من الهزيمة العسكرية المخزية عام 67 900 و1000، لا يزال هناك دراويش لعبد الناصر أو حافظ الأسد أو صدام حسين أو معمر القذافي باعتبارهم رموز العروبة وأسود القومية العربية. لا يمر يوم دون إقدام الميليشيات على ارتكاب جريمة جديدة في محافظة إب، وكل يوم هناك ضحايا جدد لا يتم إحصاؤهم بشكل دقيق. ويعلق موقع الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تقتل مواطنا وشقيقته وتفجر منزلا في مداهمة لإحدى قرى إب. وقالت مصادر محلية للصحوة نت إن ميليشيا الحوثي اقتحمت منطقة بني زهير بمديرية العدين غرب محافظة إب بذريعة البحث عن علي عبد الله البوني والذي لم يكن متواجدا في منزله. وأكدت المصادر أن الحملة الحوثية التي تكونت من عدة أطقم هاجمت منازل المواطنين في بني زهير وحاصرت المنازل وأطلقت قذائف الRPG على النساء والأطفال، موقعة ضحايا بأوساط المدنيين. وفي الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على منطقة بني زهير سقط قتيلان عاصم وشقيقته سوسن عبدو مهدي اللذان رفضا الخروج من منزلهما، وظلا داخله حتى قصفته الميليشيا بقذائف الRPG وأخذت معها جثتيهما وغادرت المنطقة، في الوقت الذي أصيبت الأم بجروح بالغة. وبحسب المصادر فقد نهبت الميليشيا الحوثية 3 منازل وأحرقت منزل البوني وفجرت منزل عبد الملك أحمد علي الحميدي واقتادته
إلى جهة مجهولة. يجري الحديث عن عملية سلام، لكن هذا ما لا يراه سكان محافظة مأرب، وهم ينتمون إلى مختلف مناطق البلاد معرضون للموت كل لحظة من قبل ميليشيات الحوثي. وفقا لموقع يمن مونيتور، اعتراض 4 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على مأرب. وقال مصدر عسكري ليمن مونيتور إن 4 صواريخ بالستية تم اعتراضها في سماء المدينة في ساعة متأخرة يوم السبت، ولم يصب أحد بأذى. وقال سكان محليون في المدينة ليمن مونيتور إنهم سمعوا أصوات الانفجارات وإطلاق صواريخ باتريوت، ونشر السكان بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها. يفيد الموقع، تخضع مدينة مأرب لإدارة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتعتبر المدينة الأكثر انتعاشا وأمنا في البلاد، وتحوي عشرات الآلاف من العائلات النازحة. فلسطين، تطبيع السلام، تغريب المقاومة. تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا: كثرة الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون على أساس يومي حتى منذ إعلان استقلال فلسطين جعلت الأخبار عنهم تذهب إلى الصفحات الداخلية وأسفل قائمة الأخبار، وكما يبدو دخلت هذه الأخبار في العادية ولم يعد فيها جديد يستحق الانتباه، بل إن هناك اتجاهات لانتقاد الفلسطينيين في غزة على استفزاز إسرائيل واعتبار مقاومتهم حتى بالشكل السلمي في مسيرات العودة العظيمة خطأ من جانبهم وليس من العدو المحتل الذي يحاصرهم ويقتلهم يومياً. تتجاهل هذه التوجهات حقيقة أن الفلسطينيين في القطاع مستهدفون بحرب دائمة من الحصار والتجويع والإغلاق، كما تتجاهل القضية الأساسية التي جعلت لأسباب عجيبة غير أساسية أن فلسطين محتلة ومعظم أهلها لاجئون وكلهم محرومون من حق تقرير المصير، ويريد الكثيرون أن يقترحوا على الفلسطينيين في القطاع التطبيع مع الواقع بهذه الصفات غير الإنسانية كواقع يتعذر تغييره، وتصبح النصيحة أن من الأفضل عدم إيقاظ العملاق النائم عند بابك حتى لو أنه يسجنك في دارك ويذلك ويجوعك ويريدك أن تموت. هذه المشاعر وهذا التطبيع للسلام في السجن 5 نجوم وتوهم العيش في دولة مع أنك تحت الاحتلال هي بعض هبات أوسلو الذي أعقب استقلال فلسطين، وهي أخطر بالتأكيد من مشاعر القهر المغايرة لدى الفلسطينيين في غزة. فالرضا يدفع إلى الاستكانة، والشعور بالقهر يدفع دائما إلى التمرد والسعي إلى التغيير. الآن بعد 30 عاما من إعلان الاستقلال وتبعاته التي أوهمت العالم بأن الفلسطينيين أصبحت لهم دولة ويفاوضون الاحتلال كنظير، أصبح الفلسطينيون 3 جماعات: الفلسطينيون في الشتات الذين بلا دولة ويجري معظم الحديث عن تجريدهم من حق العودة، والفلسطينيون في غزة المحاصرون والمستهدفون بالقتل، والفلسطينيون في الضفة الخاضعون للاحتلال، وإنما الذين قد يتوهمون العكس. وكل ذلك يجمعه سياق تطبيع السلام بهذه الصفات وتغريب المقاومة. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة ليبراسيو تقريرا عن حياة اليمنيين في ظل طول المعركة، وعنونت الصحيفة: اليمنيون قسمتهم الحرب وجمعهم نفس الأمل من أجل السلام. ويقول التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس: سواء كان ذلك في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أو مدينة عدن التي تسيطر عليها الحكومة، فإن اليمنيين بالكاد يستطيعون الهروب من الدعاية التي يمارسها المتحاربون وخطاباتهم النارية حول الحاجة إلى القتال ضد العدو. تفيد الصحيفة: في العاصمة صنعاء الحرب في كل مكان، يسير رجال مسلحون في الأزقة الضيقة من الأسواق ينشرون الملصقات التي تظهر من سقطوا في الجبهة. في سوق شارع باب السباح في صنعاء ينتظر البائعون بفارغ الصبر الزبائن، في حين يتظاهر المواطنون بأنهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي. في المساجد ووسائل الإعلام يدعو المتمردون المواطنين إلى مواصلة التعبئة ومكافحة القوات الموالية للحكومة. تبث قناة المسيرة التابعة لها باستمرار عمليات عسكرية وأناشيد لتشجيع اليمنيين على الانضمام إلى صفوفهم. حسن عبد الكريم يعيش في صنعاء، اهتمامه الرئيسي هو توفير احتياجات أطفاله 7. يقول: لقد اكتفينا من الحرب، لقد حان الوقت للبدء في إعادة بناء اليمن.
تقليد قديم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ترامب يهدد بالتخلي عنه. ويعنون موقع البي بي سي: ترامب يهدد بترك المؤتمرات الصحفية إذا لم يلتزم الصحفيون بقواعد اللباقة. وقال الموقع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بترك المؤتمرات الصحفية التي يعقدها البيت الأبيض في حال لم يلتزم الصحفيون بقواعد اللباقة. جاء ذلك بعدما قضت محكمة أمريكية في واشنطن بإلزام البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفي في شبكة CNN جيم أكوستا، الذي سبق إلغاؤه في أعقاب تكراره سؤالا لترامب بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وكان ترخيص أكوستا قد سحب الأسبوع الماضي بدعوى أنه وضع يده بعنف على متدربة في البيت الأبيض حاولت أخذ الميكروفون منه بأمر من ترامب. ومن الأخبار المنوعة الأكثر تداولاً ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت: مقاتل سوري فقد بصره خلال الحرب بدعم المكفوفين تطبيق صوتي. وقالت الصحيفة: داخل قاعة متواضعة يواكب أحمد طلحة، وهو مقاتل سابق في فصيل معارض فقد بصره خلال المعارك بشمال سوريا، كيف يتدرب زملاؤه على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مستندين إلى إرشادات صوتية تنبثق من هواتفهم المحمولة بعد تعريبه برنامجا خاصا بالمكفوفين. ولم تدفع الإصابة هذا الشاب إلى الاستسلام، بل شكلت حافزا له لتطوير قدراته ومساعدة من يعانون من الحالة ذاتها من خلال مشاركته في تأسيس جمعية قلوب مبصرة التي تعنى بتدريب المكفوفين وتنمية مهاراتهم. ويقول أحمد البالغ من العمر 24 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال: كل كفيف يتمنى أن يكون لديه أفضل أدوات، لو اهتممنا بالكفيف ربع ما اهتممنا بالمبصر لأبدع. لا يوجد إنسان معاق، ولكن يوجد مجتمع يعيق. بمساعدة عدد من أصدقائه تمكن أحمد من ترجمة برنامج ناطق مخصص لأجهزة أندرويد إلى اللغة العربية وتحميله على هواتف المكفوفين الذين يرتادون الجمعية، ويمكنهم هذا البرنامج من استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال تحويل كل ما يظهر على الشاشة إلى صوت. صحيفة الغارديان تنشر عددا من الصور التي توثق لحظات هامة خلال الأسبوع من مناطق مختلفة، نتابعها في جولتنا المصورة اليوم. الكاريكاتور الذي يختصر رسائل كثيرة وعبارات عديدة عبر رسومات فكاهية في أغلبها، نتابعه معكم في فقرتنا التالية إلى الكاريكاتور. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.